السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقة يحاول المفتري فيها جاهدا ليثبت خطأ في القرآن، وفي كل دقيقة يكذب مرة، وسنثبت هذا. لا أعرف من أي دقيقة يجب أن أبدأ، لكن بداية المفترين بشكل عام يخفون معلومات مهمة، وهي كتب التفسير مشحونة بالروايات المكذوبة، وقال بهذا ابن الكمال وشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني مثلا تفسير الطبري صنف العلماء تفسيره لصحيح الطبري وضعيف الطبري، لذلك المفترين يستشهدون في الطبري كثيرا، يعني التفسير قبل تصنيفه لصحيح وضعيف، وهذا أمر يجب التنويه عليه. وفي مقطعه الذي سنرد عليه لم يفتح كتاب حديث صحيح واحد ليتحدث منه، ولو كلامه صحيح وافتراضه صحيح لماذا ركز لكتب التفسير فقط؟ طبعا قد يخرج شخص ويقول أنتم تضعفون الأحاديث بمذاجكم لتهربوا، وهذا كذب، ورددنا عليه في حلقة مستقلة تجدوها في الوصف. لننتقل للمغالطة التي جلس يهبط فيها، يعني مثلا أنك تجد الشيء على حقيقته كذلك لا تفيد التوهم، وهذا القرآن أخرجوا لنا منه كلمة وجد في موضع واحد، ولا أقول أكثر، في موضع واحد أتت بمعنى التوهم لا تأتي. قوله أنه نفى معنى كلمة وجدها، يعني تخيل نفاها فقط لأن القرآن لم يستخدم الكلمة وجد في هذا المعنى في موضع آخر. يا رجل أنت عملت مثل شريف قال لك الطود لأنها استعملت مرة واحدة أخطأ القرآن، تخيل هذه قوة الحجة التي يحتج بها على المسلمين. كانت المفروض تبقى الطور مش الطود، الراء بدل الدال، بس هي اتنقلت غلط، والدليل ان كلمة الطود دي ما اتذكرتش ولا مرة في القرآن قبل كده، بس كلمة الطور اتذكرت 10 مرات. كلمة ذكرت مرة واحدة في القرآن لها معنى معين لانها لم تذكر في مكان اخر، يعني خلص ليس لها اي معنى. هذا اولا. ثانيا ربط التوهم فقط بشيء يسد البصر. لماذا؟ لأنك قد ترى الشمس تغيب وراء بحر، البحر يسد الأفق وعلى مد بصرك، نتيجة لذلك تتوهم أن الشمس تغيب داخلها، أليس هذا صحيحا؟ عندما تقف أمام بحر يسد الأفق وعلى مد بصرك ستتخيل أن الشمس أو تتوهم أن الشمس تغيب داخلها، أو صحراء أو سلسلة جبال، لكن هذا مستحيل، انتبه أنا أقول مستحيل يحدث مع عين، العين هي بركة الماء الصغيرة. وهذا كذب التنفيذ بهذه الصورة، نرى الشمس تغرب في سلة والسلة لا تسد الأفق. لحظة التدليس، كل هذا لماذا؟ ليثبت ما يريد أنه خطأ. أضيفه يقول أنه إذا كان هناك أفق سد بصرك يمكنك أن تتوهم أن الشمس تنزل فيه، فمن قال هذا؟ يعني من قال أنه لا توهم إلا إذا سد أفق بصرك شيء؟ أنا يمكنني أن أصور شخص يغرق في زجاجة، كم حجم الزجاجة مقارنة بالرجل؟ لا شيء، والزجاجة لا تسد الأفق، لا بل في كوب يمكنني أن أفعل هذا. فإذا قلت لشخص ما أنني رأيت شخص يغوص في زجاجة ماء، يعني على حقيقته أن الرجل هو في داخلها دخل، ما هذا الهراء؟ فلو مثلا كانت البحيرة هنا وكانت القرنين هنا، فسيرى الشمس تنزل، لكن بالنسبة لنا كمشاهد آخر سيرى الشمس بخلاف ما يراه ذي القرنين، فهذا يدلنا على أنك شخص تحرف بما لا تعرف. أن الشمس تغرب داخل الأرض في عين كما فهمها الطبري، ونقل عن ابن عباس قوله أن معاوية قرأ أي هذه الآية حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية، فقال ابن عباس بل هي حمئة، فجعل كعبا بينهما فأرسل إلى كعب فقال إن الشمس تغيب داخل فأط، أو إن الشمس تغيب في فأط، فكانت على ما قال ابن عباس. أما بالنسبة لقصة كعب فهنا أوهم المفتري المشاهدين أن الخلاف مع ابن عباس هو حول الشمس، وهذا كذب، فهم لا يتناقشون بغروب الشمس أين تغرب الشمس، وإنما يتناقشون بالقراءة، فأرسلوه ليعرفوا هذه القصة، لكن هو ركب لها يدين ورجلين ليحاول إيهام الناس أن الكلام حول غروب الشمس حقيقة. ولو رجعنا إلى تفسير عطاء بن يسار وهو أحد التابعين لقول القرآن وجمع الشمس والقمر، يقول يجمعان ثم يلقى بهما في البحر، ويقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن نفس الآية وجمع الشمس والقمر قال يجمعان ثم يلقى بهما في الأرض، فهذا يدلك على أن الجيل الأول كانوا يتصورون أن الأرض أكبر من الشمس. لا بل نفهم من كلامك أنك كذاب، لأن عطاء قال يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر، أين ذهبت بكلمة يوم القيامة؟ صحيح ما بتزبط معك الشبهة، لأنه لا علاقة لجمع الشمس والقمر بالآية، يعني تأتي بآيات عن يوم القيامة التي قال فيها رب العالمين أن موازين الكون ستختلف وكل شيء سيختلف والأرض ستتبدل، لتقول كان العرب يعتقدون أن الشمس والقمر أحجام صغيرة يمكن أن تنزل في البحر، يعني لو تثبت هذا أتيت بآية تتكلم عن يوم القيامة.
يلي بالأساس رب العالمين أخبرنا أن كل شيء سيخرب، يعني لا يمكنك أن تقيس ما تراه الآن على ما ستراه هنا في يوم القيامة. ما هذا التدليس والكذب؟ أما قول الطبري فهو يفسر الآية وجدها تغرب في عين حمئة، يعني تغرب في عين ماء حارة. أين المشكلة؟ لا أعرف أين المشكلة عندك، يعني كلامه لا يوحي أن جسم الشمس يغرب في العين، وإنما كان يتحدث عن تفسير آية، وعليه لا يجب اقتطاع كلامه، وإنما بعد فهم معنى الكلمة يجب أن نرجع لقراءة الآية، يعني إعادة قراءة الآية. بعد ما عرفت الكلمة ماذا تعني لا تتوقف حيث توقف، لأنه هذا يسمى اقتطاع، فيصبح معنى التفسير وجدها تغرب في عين الماء حارة. هكذا يفهم التفسير. أما شغل القصص ما حلو. والمصيبة بالمقطع يقول لك أنه كان لازم يقول قيل له أنها تغيب في عين ماء، فهو لو أراد ذلك مع ذي القرنين لقال حتى إذا بلغ مغرب الشمس قيل له أنها تغرب في عين حمئة، بالتالي هنا يكون تعبيره سليما. لا والله، يعني تصير الآية ركيكة عشان ما تتضايق. أما بالنسبة لقوله لديه أدلة أن معنى مغرب الشمس معنى حرفي، كلا أن هذا التأويل فاسد وباطل لغوية، لوجود ثلاث عبارات في الآية لا يفهم منها مع وجود هذه العبارات إلا أنه كان يقصد أن الشمس تغيب حرفيا داخل الأرض في عين. وهذه العبارات هي قوله أولا مغرب الشمس، فمغرب الشمس إما أنه كان يريد بذلك جهة الغرب، أو كان يريد بذلك زمان غروب الشمس، أو كان يريد بذلك مكان غروب الشمس. بدأ يقول مغرب الشمس وعدد ثلاث احتمالات للمعنى، فهنا بدأ يدلس، لأنه لغويا يصح أن القول بلغت مغرب الشمس وهو تعبير على أنني وصلت لأبعد نقطة يمكنني أن أصل إليها اتجاه الغرب، مثل لما أقول ذهبت لآخر الدنيا حتى جلبت لك هذا الشيء. هل تكذبني وتقول لي أنت كذاب لم تذهب لآخر الدنيا لأن الكون في توسع دائم ولا تستطيع الذهاب لآخره؟ هل يعقل هذا؟ ما هذا المنطق الأعوج الذي تتكلمون به؟ ونلاحظ تعمده التركيز على كلمة مغرب الشمس دون أخذ الكلمة التي قبلها لتصبح جملة كاملة. فهو أنكر أن الاتجاه لا يبلغ، ولم يذكر أنه يصح القول به لأنه لغويا صحيح في التعبير لأقصى مكان يمكن الوصول له، يعني وقت الذي يريد يمسك الكلمة التي يريدها ويفسرها بمزاجه ليخرج بشبهة. هذا اسمه جنون. لا بل المفسرون الذين يقص من كلامهم قالوا بهذا، وليس الكلام من عندي كما يفسر هذا الرجل من عنده. فمثلا ابن كثير قال وقوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس وضعها بين قوسين، أي جملة حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى المغرب الشمس من السماء فهو متعذر. يعني ابن كثير وضح هذه النقطة، والنقطة التي تبين جهله يقول أن الشنقيطي يقول أنه وجدها تغرب في عين حمئة، يعني في محيط. ولما عرف المفسرون ذلك انظر ماذا قال، ومقتضى كلامه أنه يريد بقوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة يريد بالعين الحمئة البحر المحيط، أي أن الشنقيطي يريد أن يقول لنا أن مؤلف القرآن يقصد بالعين الحمئة البحر المحيط. أولا لم يقل هذا الكلام الشنقيطي وإنما ابن كثير، والشنقيطي نقل كلامه ويقول قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وبعدها يقول ما مقتضى كلامه أن المراد بالعين في الآية البحر المحيط، يعني على مستوى من قال لا تعرف على ماذا يعود الكلام، فهل ستعلم باللغة العربية؟ كلام واضح أمامك وتقول أن الشنقيطي قال عيب. أضف الشنقيطي وضح أن عند العرب يصح أن يطلق كلمة العين على البحر، فلا داعي أن تأتي وتقول أصلا الله يعرف البحر ويعرف العين. هو يعرفهم نعم، لكن مشكلتك أنت الذي لا تعرف أين يمكنك استعمال العين وما هي المجالات التي يمكن تستعمل العين وتستعمل البحر فيها. ووضح هذا الكلام الشنقيطي الذي أخفيت كلامه ولم تعرضه خوفا من الفضيحة. فخلصت كلام الشنقيطي نقل كلام ابن كثير ووضح تفسير ابن كثير أنه لا يخالف اللغة، وعليه اقتطاع كلام الشنقيطي دليل على إفلاس منك. والمصيبة أتى بصورة يقول أن أحد المسلمين أعطاه إياها،
في أحد نقاشاتي مع أحد المسلمين سابقا أحضر لي هذه الصورة اليتيمة وقال إنها للشمس وهي تغرب في عين، وهذه الصورة في الواقع هي لينبوع مياه حارة. ولو استعرضنا الصورة الأخرى لنفس هذا الينبوع سنجد أن الشمس لا تغيب داخله. لكن أتى بصورة أخرى لنفس العين الساخنة، المصور لم يلتقط الصورة على أنها تغيب فيها ويقول انظروا الشمس لا تغيب فيها كما وصفها القرآن. وهذه مغالطة أخرى، لأن الكلام هو التوهم ذي القرنين برؤيتها، ولا يحق لك أن تأتي من زاوية أخرى وتقول لانظر هي لا تغيب فيها. يعني أنت لا يحق لك بعد عجزك عن إنكار أن الشمس لا تغرب في هذه العين بهذه الصورة أن تذهب لزاوية أخرى وصورة أخرى وتقول لانظر لا تغرب في العين من هذه الزاوية. فالله تحدث عن ذي القرنين ولم يتحدث عن كل مكان موجود معه، لأن ذي القرنين كان يمشي بجيش فقد يراه جنود من أماكن مختلفة على أنها تغيب، لذلك لم يقل القرآن فوجدوها وإنما قال فوجدها. أما بالنسبة لمطالبتي بفيديو لغروب شمس في عين هذا كلام تافه، لأنه ليس بالضرورة أن يوجد شخص صور هذا المنظر، لكن أنت يمكنك رؤيته كما أثبتنا بالصورة التي أنكرتها. هذا مقطع لشمس تغرب في شرفة، لأن الناظر إليها يقف في زاوية يجعله يرى الشمس تنزل في الشرفة، ولو كان منخفض لو بعشرين سنتيمتر لظهر هذا واضح للناظر أنها تغرب في الشرفة. فالموضوع باختصار هو عبارة عن خداع بصر، ونحن غير ملزمين بما لا يراه المفترض. كل هذه المغالطة ليقول ماذا؟ ليقول أخطاء القرى. الخلاصة من كلامنا، المفتري بنى رجل قش، بداية أنكر معنا كلمة وجدة على أنه تهيأ أو تخيل. لماذا؟ لأن القرآن لم يذكرها بموضع آخر بهذا المعنى تخيل. وأتى بقول ابن عباس الذي بالأساس كان يتكلم عن قراءة العين الحمئة وليس الشمس، ولم يتحدث عن نزول الشمس حقيقة. ثانيا، هناك روايات ضعيفة يذكر فيها أن الرسول قال لأبي ذر أن الشمس تغيب في عين، وهي روايات ضعيفة وبيناها في منشورات سابقة وبينا علتها، والذي صحح الحديث صححه من دون الزيادة. ثالثا، أتى بآيات التي تتحدث عن يوم القيامة ليوهم الناس أن العرب كانت تعتقد أن الشمس والقمر صغار بالنسبة لحجم الأرض. رابعا، أخفى التفاسير التي تفسر معنا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وبدأ يفسرها تفسيرات من أم رأسه، وافترض افتراضات ولم يضع ضمن هذه الافتراضات التفسيرات التي قالوا بها. خامسا، رفض الصور التي تدل على أنه يمكن للشخص أن يرى الشمس تنزل في عين حمئة. على أي أساس رفضها؟ فقط لأنه هناك صور من زاوية أخرى لا تظهر أنها تدخل العين. سادسا، فسر كلام المفسر وقصه وحاول قلب التفسير. سابعا، أراد أن يقرأ من أضواء البيان فلم يعرف نسبة الكلام لمن. تخيل كل هذه المغالطات كررها في المقطع ليوهم المشاهد أن القرآن فيه خطأ. وختاما، إذا كنت تريد أن تهبد فأنا أستطيع أن أهبد، لا مشكلة عندي. اسمع هذه الهبدة، أنت قلت كثيرا أن الشمس تغرب وتقول تريد مقاطع لغروب الشمس في العين، لكن علميا الشمس ثابتة فالحركة لا تنسب لها، وهنا كلامك خاطئ علميا فأنت أخطأت علميا. ما رأيك بهذه الهبدة؟ طبعا الرد أنا أعرفه، لأنك ستقول هذا ما اصطلح عليه العرب لغويا، اختفاء الشمس تحت خط الأفق يسمى غروب، واختفاء الشمس خلف أي شيء يسمى غروب. وهنا في هذا الجواب دليل على أن العرب تعرف أن الشمس لا تنزل حقيقة في العين، فهم يروها تختفي في البحر في أماكن أخرى، وعليه كل ما بنيته باطل وهبد. إلى هنا تنتهي الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك ونشر المقطع حتى يصل لأكبر عدد ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.